يسجل هدف التعادل. نعم هدف رائع جدا بالراس وسط مجموعة من اللاعبين. يتمكن اللاعب محمد أحمد من تسجيل هدف التعادل للمنتخب السوداني بكيفية رائعة جدا. شوف التوزيع من بلة وسط لاعبين اثنين. خلى العارف برنونديز يتفرج ويسجل هدف رائع جدا بالراس. التوزيع كانت من المدثر والرأسية كانت من محمد أحمد وهدف التعادل لصالح المنتخب السوداني. محمد أحمد لاعب نادي الهلال 29 سنة.